جوال حطه كل نوم. ليش ما في نوم؟ ليش؟ ايش مشكلة؟ صح ولا لا؟ انت الحين تبغى يروح وخلاص يبقوا بعد ما حطوا، ما نجيب لك شغالة، ما نجيب لك شغالة. كلام هزلي يا ام بشاير، لازم تنامي ترجعي البيت خلاص، عشاء تتعشي وتنامي. هذا شغل يبغى شغل صباح، يبغى يقوم يبغى نوم كذا ما فيه. بعدين مشكلة والله عاد يبغى شغل. صح ولا كلامي غلط؟ أنا من أنصحك كأخت أبغى لك الخير، تنامي الليل ما تزعجيهم عشان يصحوا يسووا فطور يروقوا. طيب لازم نوم، لازم عشان تروقي انت ترتاحي. بعد اسبوع تروح المدينه، صح ولا لا؟ تروح المدينه وانت ساعه وانت مروقه، غير النوم هذا ما يجي. ما بتنامي انت، ما بتنامي ادري انا. حبوب نور ايش؟ حبوب نور وش دخل الحبوب؟ انت ما بتنامي، شربتي حبوب اليوم الصباح؟ والله لو يعرف ماجد انك ما بتنامي وكذا والله ما عاد يخليك تروح المكان. والله لا عاد يقول لك بعد تروح المدينة ولا تروح. ليه؟ ليه ما بتنامي؟ صح ولا لا؟ يقول لك ما عاد تي لا تروح. ما شو اقول له يعني؟ والله لازم تنامي وتعيش حياتك زي اول. صح ولا لا؟ او كلامي غلط؟ ما في نوم، اجلس على الكرسي، اقرا القران، اسمعي القران، صلي بس، ما تزعجي احد. طيب صح ولا انا غلط؟ انا غلطان؟
يا مدير تكرم فيه؟ تكرم مع فيه؟ هجل إلى وسط أبانيك من صلاة ترجع سكريم فيه ها سكريم سكري جيب اثنين بسكوت ها اثنين اثنين ايوه كاين تاي ng ice cream sa wakas nakakain din kami ng ice cream صرت حاكي بلساني عايد العدم انت وصيت خايف للرسول يختام انت وصيت خايف للرسول يختام قلت اقوم اتصل مع الرقمهم كم قلت اقوم اتصل معرف رقمهم كان كيف سوف قد أعصابي بتتحرك كيف سوف قد أعصابي بتتحرك
بشاير هنا. Thank you.